أثناء المد القومي طرح رئيس التونس السابق الحبيب بورقيبة رأيه بقبول قرار التقسيم، ولكن هذا الرأي جوبه بالرفض. نحن استطعنا أن نتحمل ما لا يستطيع الإنسان تحمله من عيش في داخل إسرائيل، لأننا دائما لم نفقد الأمل بأن الدول العربية ستجد طريقة إلى تحقيق سلام قائم على الاحترام، سلام عادل. وكلما كانت تأتينا تصريحات تثير التفاؤل بأن العالم العربي قد وجد طريقه إلى آخر السرداب، كنا نشعر بالأمل، لأن أول من وافق على قرارات التقسيم، أول زعيم عربي وافق على قرارات التقسيم كان جمال عبد الناصر في مؤتمر بندونغ سنة 1954، وهذا أثار اضطرابا داخليا في إسرائيل. فنحن عشنا على أمل السلام، ولولا هذا الأمل لما كان من الممكن أن نتحمل العيش في داخل بلادنا التي أصبحت إسرائيل، ولكان مصيرنا مصير إخوتنا اللاجئين الفلسطينيين. وأتأمل أن يكون واضحا أن نجاحنا في البقاء في وطننا قد جنب فلسطين مصير الأندلس ومصير القندرون، وأبقى التراث العربي اللغة العربية في فلسطين في داخل هذه البلاد. ولم يعد من الممكن أن يزول الشعب العربي الفلسطيني من فلسطين، ونحن أسهمنا في